تحية طيبة طلبة المرحلة الأولى قسم تقنيات المكان والمعدات، رحب بكم مرة أخرى. محاضرتنا لهذا اليوم هي الفولتج سورسز إن سيريز، يعني مصادر فرق الجهود أو الفولتية المربوطة على التوالي. يقول هنا فولتج سورسز كان بي كونكتد إن سيريز، أشون إن فيجر، هسه نشوف الشكل، تو إنكريز أور ديكريز ذا توتال فولتج. أها، إذن سبب الربط هذا أما لزيادة فرق الجهد أو لخفض فرق الجهد، فأنت تربط عدة مصادر للفولتية. Apply to a system the net voltage is determined by summing جمع the sources with the same polarity. أها، انتبه إلى القطبية البولاريتي. And subtracting the total of the sources with the opposite polarity. إذا القطبية متعاكسة تطرح. The net polarity is the polarity of the large sum. النتيجة القطبية، قطبية اللي هي أكثر أو الأعلى. خلينا نشوف. عندنا هاي الحالة مثلا E1 10 فولت، E2 6 فولت، E3 2 فولت. مثل ما تلاحظون جميعها باتجاه واحد، وهي القطبية الموجبة كلهن نحو الأعلى، القطبية السالبة للكل نحو الأسفل. إذن اتجاه التيار راح يكون باتجاه الصحيح من ناحية الدخول والخروج. قلنا التيار من يخرج من آخر نقطة يخرج بها هو الموجب. فإذا 10 زائد 6 زائد 2 يساوي لنا 18 فولت، والقطبية الزائد نحو الأعلى والسالب نحو الأسفل، وهي الإي توتال الفرق الجهد الكلي إي توتال. هنا مثل ما تشوفون E1 ما لي جوا السالب نحو الأعلى الموجب نحو الأسفل، E2 كذلك السالب نحو الأعلى الموجب نحو الأسفل، E3 بالعكس الموجب نحو الأعلى والسالب نحو الأسفل. إذا عندنا هنا 9 فولت زائد 3 فولت ايش قد يساوي لنا 12 فولت. 12 فولت نطرحها من الأربعة راح تساوي لنا 8 فولت، ولكن 8 فولت مال منو؟ مال هذولة، لأن هم هذولة اللي قطبيتهم أعلى مجموعهم أعلى، لذلك ناخذ القطبية مالت المجموع الأعلى فيصير هالشكل. واضحة جدا. مثل ما تشوفون هذا المثال واضح قدامكم، هذا مثال عملي تطبيقات، احنا نسميها التطبيقات الكهربائية. هذا تطبيق مثلا ريموت اي جهاز اخر، ربطه صاير هالشكل. شوف هسه هذا هالشكل 1.5 تمثيله، هذا هالشكل بعدين هذا هالشكل بعدين هذا هالشكل. هسه اذا تلاحظ مجموعهم هذول كلهم مش قد يصير راح انتبه، التيار انطلق منا دخل هنا، انطلق منا دخل هنا، انطلق منا دخل هنا. اذا هاي النقطة راح تكون سالبة حسب هذا المصدر الاخير، وهاي النقطة هي موجبة حسب هذا المصدر الاخير، راح يكون المجموع 6 فولت. اذا هذا الربط بالتطبيق العملي او التطبيقات الكهربائية للاجهزة يمثل لي ربط توالي باتجاه واحد، يعني واكو اتجاه معاكس لاتجاه اخر. نكمل. اكو عالم اسمه جوستاف روبرت كيرشوف، عالم جدا مهم من المانيا من برلين. هاي السيرة الذاتية مال هذا العالم. هذا اقترح قانون سماه كيرشوف فولتج لو، قانون كيرشوف لفرق الجهد، كيرشوف فولتج لو، قانون كيرشوف لفرق الجهد او KVL
كيرشوفس فولتج لو. خلي نطلع على هاي الحالة. مثل ما تلاحظون هنا هذا القانون ينص على انه الفولتية هي مجموع فولتيات وتساوي صفر. يعني الالجبريك سم اوف ذا بوتنشال رايزز اند دروبس اراوند ا كلوز باث كلوز لوب از زيرو. مجموع الجبري لفرق الجهد حول مسار مغلق او دائره مغلقه او لوب مغلق يساوي لنا صفر. نعيد، المجموع الفولتيات لمسار مغلق يساوي صفر حسب قانون كيرشوف. المجموع، هاي اشاره مجموع، مجموع سم، مجموع ماخذيها انتم بالرياضيات سم، المجموع يساوي لنا صفر. الان خلي يعني نشوف، فانت من تجي هنا حسب هاي الدائره، هاي الدائره زائدا اي تاخذ اخر اشاره زائدا ناقص في 1 وناقص في 2 يساوي صفر. خلي نشوف هاي الاشاره، شوفوا زائدا اي ناقصا في 1 ناقصا في 2 يساوي صفر. خلي الاي بمكانها، انقل الفي 1 والفي 2 للطرف الاخر، راح تصير اي تساوي ان في 1 زائدا في 2. كل الصحيح. نقرا هاي دائما، هاي بالازرق جدا مهمه. The applied voltage of a series DC circuit will equal to the sum of the voltage drops of the circuit. يعني الفولتية المطبقة لدائرة مصدر مربوط على التوالي يساوين مجموع الفولتيات في هذه الدائرة. إذا هنا مجموع الفولتيات يساوي لنا مجموع الفولتيات المطبقة، يعني الفولت رايزز يساوي مجموع الفولت رايزز يساوي لنا مجموع الفولت دروب. الدروب يعني على الطرفين. نستمر هنا بالأزرق، يقول the sum of the voltage rises around a closed path will always equal to the sum of voltage drop. قلنا احنا ناقص اي زائدا في 1 زائدا في 2 يساوي لنا صفر. اي انقلها انت للطرف الاخر نفس الشيء، راح تصير في 1 زائدا في 2. شفت شلون؟ واضحه جدا. هذا المثال، هذا اي 1 هذا اي 2 هاي ار 1 مطبق عليها فرق الجهد في 1 هاي ار 2 مطبق عليها في 2 اللي هي منطق قيمتها هنا. فنجي زائدا اي 1 لان ناخذ قلنا اخر اشاره، هاي اخر اشاره يطلع منها التيار. بعدين نجي لهنا اخر اشاره ناقصا زائدا اي 1 ناقصا في 1 ناقصا في 2 هنا ناقصا اي 2 الكل يساوي صفر. شنو المطلوب احنا عندنا؟ محتاجين احنا بالسؤال هنا يطلب اكزامبل يوز كيرشوف فولتج لو تو ديتيرمن ذا انن فولتج فروم سيركت ان فيجر 27. هاي الفي 1 مطلوبه الما معروفه. فاحنا اخذنا اللوب قلنا زائدا هذا الزائد اي 1 اخر اشاره انتبه، بعدين اخر اشاره هنا ناقصا في 1 بعدين ناقصا في 2 بعدين ناقصا اي 2 ايكوال تو 0 يساوي صفر. في 1 راح يساوي لنا اي 1 ناقصا في 2 ناقصا اي 2، لان كل الموجودات نطبقهن نحصل على في 1 ايكوال تو 2.8 فولت. في 1 تساوي لنا 2.8 فولت.
مثال آخر determine the unknown voltage for the circuit in figure هذا الشكل. احسب الفولتية بالدائرة. سنلاحظ E وإشارتها زائد هنا ما معلومة قيمتها، العفو معلومة قيمتها. ولكن هو طالب هنا عذرا Vx، هاي فرق الجهد هنا وهنا Vx. سهلة، هسه راح نشتغل هذا الموضوع. هذه ناخذ لها لوب بكيرشوف مال فولتية، آخر إشارة هنا زائدا E، طب هنا آخر إشارة هنا ناقصا V1، بعدين نرجع هذيك ما عليك بيها، هذا ما عليك بيهن. هاي ال Vx آخر إشارة لها ناقصا Vx تساوي لنا صفر. ال Vx راح تساوي لنا E ناقصا V1 و32 ناقص 12 يساوي لنا 20. جيد، اذا ناخذ فور كلوك وايز باث حسب عقارب الساعة، يعني هالشكل على عقارب الساعة زائدا في اكس، هاي زائدا في اكس اذا نبدي من هنا ناقصا في 2، هاي ناقصا في 2 اخر شيء ناقصا V3 يساوي صفر. إذا ناخذ هذا المكان راح نطلع Vx تساوي لنا V1 زائدا V3، V2 زائدا V3 حسب هذا، وراح تساوي لنا 6 فولت اللي هي هاي 6 فولت زائدا 14 فولت اللي هي هاي، وراح تساوي لنا النتيجه في اكس 20. نفس الشيء نفس الشيء، لاحظ انه في اكس قسمت لك الدائره الى قسمين، هذا القسم او هذا القسم، فتقدر تحسب الفولتيه من هنا مال في اكس من هذا النصف، او تقدر تحسب الفولتيه من هذا النصف، انت اختار وما عندك اشكال. تبدي من هنا انتبه، هاي اول ما تبدي اشاره، هاي الاشاره زائدا هي إشارة الانطلاق، إذا هنا كانت ماينس تصير ماينس إي، دير بالك يعني هسه زائد إي ماينس 12 فولت وماينس بي إكس، راح النتيجة تطلع لنا مال بي إكس تساوي 20 فولت. إذا تجي لهذه الدائرة تقول لا، فتاخذ منا نتيجتي إشارة موجبة زائد بي إكس ناقصا 6 فولت بناقصا 14 فولت يساوي صفر. ونقول لي الناقص 6 فولت وياها الناقص 14 فولت بالاتجاه الاخر عبرها اللي يساوي يصير زائد، فصير 6 زائد 14 يساوي لنا 20 فولت، هاي فولتية ال في اكس. هذه الحركة حركة عقارب الساعة كلوك وايز، كلوك وايز هاي حركة عقارب الساعة. هسه من اجل هنا رأسا انطي هذا زائدا 25، بعدين انطي زائدا في 1، العفو انطي زائدا 25، بعدين انطي ناقصا في 1 اللي هي هاي، بعدين انطي زائدا 15 فولت. خلينا نشوف، قلنا زائدا 25 لان هي اخر اشاره شفتها، بعدين هنا ناقصا في 1، هاي ناقصا في 1، بعدين زائدا هاي زائدا اخر اشاره 15 فولت تساوي صفر. انا اريد الفي 1، الفي 1 الفي 1 انا انقل الفي 1 هنا بالحاله، انقل الفي 1 فصير في 1 تساوي لنا 15 زائد 25 تساوي لنا 5 تساوي لنا 40 فولت. شكرا لكم الحسن الاستماع، نلتقي في محاضرة قريبة إن شاء الله.